الشيخ نريد نسأل، البعض يقول يعني لماذا يعني أهل الشنقيط يحفظوا؟ أبدا ليسوا الكامل غيرهم ولا أفهم، لكن الموضوع موضوع تعود. نعم. أذكر أني كنت طفل صغير في المدينة. نعم. أنت ما لحقت هذا الشيء. كنت آخذ صفيحتين. نعم. أربطهم بسلسلة. نعم. وأحمل على متني وأمشي. ما شاء الله. صفيحتين كبار مرة. من الماء من العين. العين. وأمشي. بينما صفيحة واحدة ما أستطيع أشيلها. سبحان الله. أعبي الصفيحتين وأقول لواحد عمتك فطلع لي برا. أيوه. وأربطها بالحبل وأحطها على متني وأمشي مسافة طويلة. ما شاء الله. الشغلة شغلة تعود. تعود. من صغر لم يحفظون. أنا الحمد لله في هذه السن لازم تحفظ. أقول لك قبل شهرين قبل 4 شهور حافظ 60 بيت منظومة منظومة بن سيبوي الحنبلي لعوامل النحو. أيوه الجرجاني. الحفظ الجرجاني. مع المراجعة. لابد حفظت في البداية المحفوظات الجديدة لابد أن تراجع يوميا. وأنت تراجع الشيخ بارك الله فيكم كل شهر كل ما حفظ. كل محفوظاتي اللي أحفظها أقرأها كل شهر. كل شهر. كل شهر أقرأها المثول الستة. لأن بعض الطلاب يقول عندما يسمع منكم الشيخ جزاكم الله خيرا يسمع من الشيخ يقول هذا هذه الأبيات يعني كانت عندنا أيام الابتداء. صدق. أنك لم تراجعها منذ الابتداء. أنا استغرب من واحد أقرأ له قصية الرندي. نعم. بالأندلس. نعم. يقول قلت له هذا حفظتها قبل 50 سنة عندما كنت طالبا في الثانية الثانوية. نعم. لكن دائما أقرأها بمناسبة يجد مناسبة في هذا أقرأها. نعم. حفظ. نعم. المهم الحفظ الحفظ الجديد لا بد أن تقرأه كل يوم. إذا رأيت أنه صار أفضل. نعم. تقرأه كل شهر. كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر. وأظن الشيخ أنتم جزاكم الله خيرا يعني تستعمل كل الجوارح في الحفظ معك. من برين. نعم. كتبته ولا زال عندي خطي إلى الآن كتبته عمري 17 سنة. نعم. هذا كتبته عندي إلى زال خطي كما هو. كان عندكم مجلس الشيخ بعد العصر. نعم. تكتب فيه أحيانا بعض الأبيات. يمكن. وتحفظها. على كل الآن في بعض الحالة الأخيرة. نعم. الحقيقة أني لا أكتب. لا تكتب. كنت أكتب مراقي السعود. أي نعم. مراقي السعود حقيقة تفلت علي لأني ما رجعته. ما تراجع. حفظت منه 660 بيت. ما شاء الله. باقي لي منه الثلث فقط. الله يعطيك. لكن تركته. الذي أحفظها المهم محفوظات أقرأها كل شهر. أي نعم. أيا كان. أول ما أحفظ انتهى من القرآن أحط بعده من بري ثم لامية الأبحار ثم نظم الزواوي لقواعد الإعراب. نعم. ثم بعد ذلك الرحبية لابن مالك. للرحبية لصاحب الرحبية صاحب الرحبية. نعم نعم نعم. أحفظها أقرأها في 10 دقائق وبياتها 176 176 أقرأها في 10 دقائق الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. المهم النحو عندي اللامية الأفعال وعندي قواعد العرب للزواوي. نعم. وعندي الألفية في مالك وأخيرا نظم العوامل النحو الجرجاني هذه 4. ما شاء الله. في القرآن عندي من بري. نعم نظمن. وعندي في الفرائض الرحبية. الرحبية. هذه هي الحلم اللي أحفظها. سبحان الله يا شيخ قليل لكن يركز عليه الإنسان بركة كبيرة. بركة بركة. أحسن من كثير ولا فائدة. صحيح. قليل دائم خير من كثير منقطع. صحيح والله. يعني شيخنا بعض الطلبة يا شيخنا تجده لما يتكلم ويقول قال فلان في كتاب كذا وقال فلان في كتاب كذا وتقول هذا الرجل ما شاء الله حفظ جميع كتب الدنيا وهو فقط مجرد تحضير فقط للمادة. لو سألته بعد أسبوع حتى يقول والله ما أذكر. ما أذكر شيئا يا شيخنا ما يذكر شيئا. ولذلك حتى أحد المشايخ يقول ذكر عن أو رأى بمكتبة ابن عثيمين رحمه الله صغيرة. سبحان الله. صغيرة جدا لكنه الشيخ ابن عثيمين أتقن كل ما فيها. سبحان الله. لا إله. سبحان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رضي الله عنه أنا أحدث عنه. نعم. تجد أنه ما عنده كتب. الله أكبر. قليلة كتب جدا جدا قليلة الغاية. لكن يحفظ ما فيها اللي عنده يحفظها. يحفظ كل ما لا إله إلا الله. لا إله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قصة الشيخ في لا النافية للجنس.